السلام عليكم، انا محمد المكاوي كهربا باور. هبدأ معاكم النهارده فيديوهات استيميشن، نلعب كده مع بعض سوا كون نتمتع. اول فيديو ليا، وان شاء الله بعد كده هيبقى فيه تطوير احسن من كده بكتير. نبدأ مع الكمبيوتر دورة مايكرو، تبقى صغيرة كده برهان 50 مثلا، حاجة بسيطة. شوف كده الورق، نو ده شكل اكيد. طيب يبقى نقول رواو شيت، نقول ايه ايس رواو، بعد كده ايه هنا ايه ماشي ماشي ماشي، يبقى نقول 5 سبيد، نقفل النت بس سوري. خمسة سبيد وهي ثابتة 5 سبيد. اوكي نبدأ دور اوفر، ناخد الايس والرواه الهيرت. اوه شيت، قطع عليا قطع عليا يا عيني لهوي. الرواه اللي في السبيد هنا لازم نركبه بالاس علشان نعرف نلم لمتنا صح. يا لهوي مين مدحش الباية اللي واقفة قدامي دي، خدت لمتها بنت الجزمة، خدت لمتها القطوع السليم. ايوه يا سلام يا سلام، ايوه عايزين قطع قطع الهارت بقى، قطع السبيد ينزل، ناخد بقى اعلى. ايوه نضمن اللمة دي كمان، يا رب الرواية ينزل يا رب الرواية ينزل. ما نزلش ولبس اللمة يا عيني يا ابني. الله نركب بالقيس وناخد الدم. يا عيني يا ابني الكينج، ونقول نو داش كول. ايوه ايوه بص، نقول 1 2 ولا كفاية واحد، والله واحدة كويسة أوي. يبقى الدور جايله 10. الله الدور أوفر، المزيك دي حلوة جدا يا جماعة، بتاعت مسلسل عادل علام، بتاعت عادل إمام اللي في رمضان. المزيك بتاعته حلوة جدا بجد تحفة. نركب بدي عشان يتعالوا عليها أي نخلص منها، وناخد الإيس ونخرج بالأربعة ترفل عشان نأفودها بالمرة. 5. الله سلام سلام، حلو الكلام كده. احنا ملناش لابسات تقريبا، خلاص احنا معديين، احنا جامدين اوي. ايوه 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 ايوه، لا لبس يا عيني يا عيني، لبس يا عيني يا عيني. اونلي وين اونلي وين يا ولاد، اونلي وين. طبعا مش هنعرف ناخد الشكول بسبب ال10 والتسعه اللي طالعين زي الخوازيق دي. طيب ناخد بقى ايه، ناخد الرويال والدامه وال10 وال8 وال6، والله ممكن ناخدها 5. طيب 5 سبيد وده كان ماكسيمم يعني. الدور ما بحبش الدور الاندر انا، حلو الكلام. نفتح بال5 عشان افودها، ارمي ال10 وال9 اللي طالعين زي ايوه هو ده هو ده، نقطع القطع الحلو ونفود الترفل كمان. يلا وراه سلاي، ناخد القطع كمان. الله سلاي سلاي، يا عيني يا ابني يا عيني يا ابني. ناخد دي او يتركب عليها، مش الله مش مشكلة. ايه ده اخدناها، يا سلام. طب ايه بقى، نلعب ال10 دي، كمان واحدة. والله والله ما اقول لك لا، نفود التلاتة دلوقتي. في جاك وقاس برانا، الاتنين برانا، فاحنا نضمن واحدة اللي هي البنت
ونرمي العشر، تجيب الايس والجاك. الله، يا سلام علي، يا سلام علي. ايه يا جدعان ده يا ولاد؟ ايه يا ولاد ده يا ولاد؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ حلو، ناخد الايس وناخد الايس التاني قدامه، ناخد 9 و8 كمان، انا 4 5، حوالي 5 كروب. والدمتين دول نحاول نخلص منهم بقى، قدام الترفل والهارت دول. الله، اخد 5 كارو. لا، انا هقول بص، يبقى الكارو علي وعليه، ناخد 5 كارو، ناخد 4. شوف الباقي هيقولوا ايه. ما دي حش، الباقي اخدت 2. حلو، الدور اوف، ناخد بقى ده يا واد، يا واد ناخد ده. ايوه حلو ده، ونقول ايه، نرمي الدمتين دول عشان يتركب عليهم، ما نلبسهمش في الاخر. الدور لسه في اوله كده. لو يا سلام، الواد افود يا ولاد، الواد مقفد. حلو، يلا اللي بعده. ايوه، نقطع 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 نقطع. ايوه، ناخد اللي بعدها. ايوه ايوه، وناخد، والنبي هي هي، والنبي هي، ناخد دي قدام عشان ما نلبسهاش بعد كده. ها، حويتي اشرف، نرمي الاتنين دي، بنستر من 8 و9. انت يا عم اللي واخد 5، فين لماتك انت يا عم؟ ايوه الجيك، ايوه ايوه ايوه، خدها بالاس يا رب. ارواه ارواه، هو والنبي، هو هو والنبي، هو هو كسبت. طيب دي ايه دي؟ ورق كله لوز، اعوذ بالله، ورق مغضوب عليه. طيب نو ده شكول، ونقول ايه، باص وتيجي زي ما تيجي. هو اللي هيرت، I'd love to change the world. حلو، وناخد ايه، ناخد 2 2 حلوين. دور اندر، هنلبس هنلبس هنلبس، احنا لبستنا كتير قوي. يا عيني يا عيني يا ابني، هنلبس هنلبس يا عيني عليك، ما تمرمطك اللي اياه. انا الحلو لما تبهدله اللي اياه، اهي لابسه اهي. طب ايه بقى، نقف لبست يا عيني، مدحش الباقي لبست. مدحش الباقي لبست. ايوه، خدها من عليا، خدوا من عليا، خدوا من عليا. بنطر نعرف ناخد الجيك الهيرت ده بس. الله 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 الله، الاس نزل يا ولاد. طب ايه، ناخدها ولا تركب عليها؟ ناخدها، ورسك برسك بقى. يا سلام علي، يا سلام علي، اركب اركب. ايوه، ما دحش الباقي انقذتني يا ولاد. حلو ده، حلو، كينج ذا كينج. ايه ده؟ لا لا يا جدعان، ما فيش مستوى. هو انا نرجسي، انا بلعب مع الكمبيوتر والرهان اصلا 50 وكلام فاضي، بس يعني ايه ده، ما فيش ولا واحد فوق الصفر يا جدعان. ايه ده يا ولاد، ده ايه الاسلوب ده يا ولاد؟ سلام يا جماعة، ده أول فيديو اللي نعمله، وإن شاء الله بعد كده بقى فيه تطوير أكبر بكتير، وهنبقى نلعب مع ناس بقى عن النت، بس احنا عايزين نضمن النت يكون كويس عشان ما يبقاش فيه ريسك في الفيديو. ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب.